ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت، دايما مع الوصفات السهلة والاقتصادية. اليوم جبت لكم تحلية بذوق الشوكولا بقوام كريمي، سريعة التحضير ومقاديرها في متناول الجميع، وتخرج لكم كمية تكفي لكامل العائلة. نروح نشوفوا مقاديرها وطريقة تحضيرها. للوصفة نحتاج 4 مغارف كبار فارينة، 3 مغارف كبار كاكاو بني، 5 مغارف كبار سكر، 60 غرام شوكولا سوداء، لافاني، زبدة، ولتر حليب. في كاسرونة نحطوا الفارينة والكاكاو والافاني، نزيدوا عليهم الحليب ونخلطوا حتى تذوب كامل المكونات الجافة اللي عندنا. هنا باش نتأكدوا انه كامل مكونات الجافة اللي عندنا ذابت، نصفيو الخليط تاعنا. ونرجعوه للكاسرونة. نضيفوا كمية السكر اللي عندنا ونمزجوها مع باقي المكونات. بعد ما تمزجت كامل المكونات نحطوها على النار، وعلى نار قليلة نبقى نخلط بلا ما نحبس حتى يبدأ الخليط تاعنا يعقد. كي بدا يعقد نضيفوا عليه كمية شوكولا ونخلطوها حتى نذوب. وهنا بعد ما عقد الخليط تاعنا تماما نضيفوا عليه نصف ملعقة كبيرة زبدة، هنا خلاص الخليط تاعنا وجد، نروح نصبو في ليفيغين. بعد ما نصب الكمية كامل في ليفيغين ندخلها الفريجيدار ونخليها تبرد على الأقل لمدة 4 ساعات. هنا بعد ما بردت التحلية تاعنا كما راكم تشوفوا، أنا كنت زينتها بمبشور شوكولا. وهنا نخليكم تشوفوا القوام تاعها، كما راكم تشوفوا جا كريمي املس، اما الذوق جا هايل مشابه تماما للدونات شوكولا. هذه التحليه رايحه تعجبكم بزاف، نتمنى تجربوها وتستمتعوا بها، خاصه انه مقاديرها متوفره في كل بيت. وبالنسبه للناس اللي ما يحبوش طعم الشوكولا السوداء يعوضوها بشوكولا بالحليب. نتمنى تكون الوصفة تاع اليوم عجبتكم، ما تنساوش تشوفونا في لا فيديو الجاية، ومع السلامة.